منذ أشهر سلم الأمانة وراح ليرتاح من تعب السنين. قدم استقالته من مهامه كبطريركا على إنطاق وسائل المشرق وكأبا للموارنة في لبنان وغيره من البلدان. ربما لم يتعبه الدور الديني بقدر ما أتعبه الدور السياسي الذي ألقي على عاتقه أيام الحرب الأهلية وما بعدها، وكانت خطوته نادرة في تاريخ الكنيسة المارونية اللبنانية، حيث لا ينتقل صولجان البطريرك إلى بطريرك آخر قبل أن يسلم الروح. يعرف عنه العمل لساعات طويلة وتحضيره لخطباته بنفسه وبلغات متعددة، فلا تعصى عليه الفرنسية ولا الإنجليزية وطبعا السريانية التي أحب لو استطاعت الكنيسة المارونية في لبنان أن تحافظ أكثر عليها. أما العربية فيتكلمها ويكتبها بإتقان البلغاء، لا يمكن انتزاع سر منه إلا إن هو شاء، وفي الغالب يفضل السكوت على الكلام والاختصار على الاستفاضة. مساء الخير، الليلة أروي قصة لقائي بالبطريرك مار نصر الله بطرس فير الذي التقيته في صباح يوم مشمس في مقر البطريركية الصيفي في الديمان في العام 2006. لدى الصباح زاد من هدوء البطريرك ومن حكمته في استخدام الكلمات، دار حديث عن حياته الخاصة التي استفاض غبطته حولها على عكس عادته، كما عن شؤون وشجون الكنيسة والبيعة. أيضا لم يبخل بآرائه السياسية ورؤيته للبنان وطن المسيحيين والمسلمين على حد سواء. بعد الفاصل نبدأ من حياته كإكليريكي وكبطريرك. ما كان يظهر على الرجل الثمانيني تعب السنين والمهمات، كان يقوم بواجباته كابن عشرين، يحفظ ويتذكر ما يقال له وما يسر إليه، ثم يقضي ساعات في الكتابة بعد اللقاءات والزيارات الرسمية. ولعل اعترافه بثقل العمر أذهلنا. نشعر بثقل العمر طبعا، لا يمكننا أن نتجاهل الأيام التي مضت، وقد مر علينا أيام يمكننا أن نقول أنها حسنة وجيدة، وأيام أقل جودة وحسنة. والعمر يفسح للإنسان في المجال لكي يختبر أمورا كثيرة، ولكن على كل حال نشكر الله على أنه أراد أن يمدنا بالعمر لكي نتابع رسالتنا، هذه الرسالة التي تملئها علينا الكنيسة واجبنا في المقام الذي دعانا الله إليه. يوم التقيناه في قلب وادي قديشة كان ما نصر الله بطرس صفير قد أطفأ شمعته 85، هو بالأحرى أطفأ شمعته على أحداث وتجارب طبعت عهده وزادت لحيته بياضا وقادته إلى خلاصات كثيرة. ذكرتم لحية البيضاء، فهذا أصبح على ما ترون نادرا، لأن رجال الدين عندنا كانوا يعفون لحاءهم، ولكن الآن قد أصبحوا يحفونه ويحلقونه، وهذا عرض على كل، ليس هذا المهم، إنما الأيام علمتنا الكثير، علمتنا الحذر من أمور كثيرة، وأعتقد أن الله من علينا بأن نكون إلى جانب بطركين كبيرين، البطريرك بولس المعوشي والبطريرك أنطونيوس خريش، وكنا نراقب وكنا نرى كيف كانت الأحداث تتوالى وكيف كانوا يعالجونها، وأعتقد أن كان ذلك لنا خير ممسولة، تعلمنا الكثير منها.
لا يسكر غبطته بالمراحل التي اجتازها بخير وسلام، وهو الذي قاد سفينة وسط القصف والدمار في بلد الطوائف، بل هو اعترف بخيبات. لم ننجح دائما، والحياة فيها علو ارتفاع وانخفاض، لكن في النهاية كنتم دائما ناجحون. في النهاية ناجحون إلى حد ما، إنما مررتم في حقول ألغام. ما من أحد يعلم أننا أصبنا بنكسات أيضا، وكان هناك من ينتقدوننا بعنف ربما، وهناك أحداث لا نريد أن نعود إليها، ولكن نحن على ما قلنا جعلنا إيماننا بالله كبيرا، واستندنا إلى الماضي الذي تعلمنا منه الكثير، وتعاملنا مع الأحداث مثلما رأينا أنه من الواجب أن نتعامل معها. تعاملنا على ما أعتقد بصدق واستقامة وبتجرد، لم يكن لنا غاية خاصة من كل ما أقدمنا عليه. رصانة البطريرك لا تتغلب على روح النكتة عنده، ولا يقوى ميله لكتمان الأمور والغموض على الانفتاح، وهو في ذلك لا يرى تناقضا بل متطلبات المنصب. لا أشعر بأن هناك تناقضات، إنما كسائر الناس هناك كما يقول الكتاب المقدس وقت للغضب ووقت للراحة، وقت للألم ووقت للسرور إلى ما سوى ذلك، ولكن في وقت معا ربما الإنسان يكبت أهواءه ولا يمكن أن يفضي بكل مكنونات صدره في الظروف، في ظروف تقضي عليه بذلك، ولكن الحياة هي بسمة ودمعة كما يقولون، وتختلف الأمور باختلاف الأشخاص والظروف والحالات. بين الغضب والراحة إذن وقت للبسمة ووقت للدمعة، ما كان البطريرك يخفيهما، فالحزن لا طالما مسح وجهه الذي قويت عليه التجاعيد بصعوبة، وهو يقر بأسباب كثيرة للحزن. هذا ليس بغريب، فالمسيح عينه شعر بكآبة كبيرة عندما رأى أن كلامه مع الناس ودعوته إياهم للتعالي عن الأمور الأرضية لم تنفع، وعندما شعر بأنهم يقابلون ما بادرهم به من خير، قابلوه بالأحبولة التي كانوا أو بالخديعة التي كانوا يضمرونها له حتى انتهى على الصليب. فهذا أمر طبيعي، فالحياة ليست كلها بساط زهور، وليست كلها أشواك، فيها أشواك وفيها زهور. إذن يعيش البطريرك صفير إنسانيته كغيره من أبناء البشر، يتفاعل مع كل حدث يطرأ عليه، لكن المدنيين غالبا ما يلجؤون إلى صديق وقت الضيق والشدة، يسرون إليه ما يختلجهم من مشاعر الألم والأسى. فهل للبطريرك صفير أصدقاء؟ صديقنا تحضرني نكتة. أنتم صديق الجميع. تحضرني نكتة عن المثلث رحمة البطريرك عريضة. طلب إلى أحد أمناء سره أن يدبج له كتابة لأحد الناس، وحسب التقليد القديم بدأ الرسالة بالقول بعد البركة وغب الشوق، قال له احذف لي هذه العبارة غب الشوق، فأنا لا أشتاق إلى أحد. نحن نشتاق طبعا، البشر بشر، والمقام لا يغير طبع البشر، ولكن هذا الشوق إلى من نحن على اتصال بهم ونعجب بهم أو ما تشدنا إليهم
أو عاطفة أو تماسل فكري أو ما سوى ذلك. وأنا أغضب كسائر الناس إذا كانت هناك أمور تستأهل الغضب، كأن يشعر الإنسان بأنه قد مني بخيبة أمل أو قد مني بفشل أو ما سوى ذلك، فهذا أمر طبيعي. في زمن الكلام والتصريحات بدأ البطريرك صفير الأكثر تكتماً بين رجال الدين وأهل السياسة على حد سواء، يرفض أن يكون يوصف بالمتكتم لكنه يصر على السكوت ما تراه مناسباً. أنا على ما أعتقد إذا جاز للإنسان أن يحلل نفسه، لست متكتماً بالقدر الذي ربما يراه الناس، ولكن أنا لا أرى من فائدة في الكلام الذي يلقى جزافا دون معنى، الكلام بالكلام، والكلام إن لم يكن له معنى وقصد فخير للناطق به ألا ينطق به. هذا هو مبدأ نتبعه، ونسأل الله أن يبقينا على هذا القصد، لأن الكلام الهراء لا معنى له، يجب أن لا يقال. اختبر البطريرك صفير الوحدة منذ أن ماتت أمه وهي في حالة احتضار. كان يعود كل مساء من الدير إلى المنزل فيتدبر لنفسه الطعام والشراب. هي وحدة طوعية كان يفضلها على اللقاءات العائلية الموسعة. كان يبدو وكأنه يهاب العاطفة أو يهوى التجرد والقسوة. لا أعتقد ذلك، إنما أعترف أني لا أحب الميوعة أساسا، ولكن كانت لي هناك خبرة عندما خدمت رعية ريفون على ما أعتقد طوال 4 أو 5 سنوات، وغالبا ما كان زوية يذهبون لدواعي المدرسة إلى الساحل إلى بيروت، ولكن أبقى وحدي، وكنت في الوقت عينه أزاول مهنة التدريس والتعليم في مدرسة الفرير في جوني. خبرت هذه الحياة، حياة الكاهن، صحيح ما أشرت إليه، ولكن إن من يختار الله رفيقا له في حياته فلا يمكنه إلا أن يقبل بهذا النوع من الحياة. ولكن هذا لم يطل كثيرا، لأني انتقلت بعد ذلك فأتيت إلى بكركي وكنت أمين سر البطريركية، وبعد ذلك إن شاء الله أن أرقى إلى درجة الإسقفية سنة 1961، وبعد ذلك كان مكان. لكن البيت الوالدي سرعان ما تحول إلى مكان عام في البلدة ريفون بعد تسلم أبونا نصر الله الكرسي البطريركي، وهو البيت الذي جمعه وأربعة شقيقات. زرت ريفون بعد أن أصبحت بطريركا وكاردينال مرة واحدة، واستقبلنا الناس بكل محبة واحترام، وزرنا الكنيسة وزرنا قبر والدي وزوية، وحملت إلى ريفون كل ما عندي من عاطفة. يمكنني أن أقول أن البيت الذي ولدت فيه طبعا كان بيتا وضيعا جدا مثل البيوت القروية، إنما مكنني الله من أن أعيد بناءه فأصبح من طابقين أو 3، وهناك أيضا يعني ما يدعى سوسول، وجعلت منه مؤسسة فيها مركز ثقافي وفيها مركز صحي، وهو الآن يعمل، وسلمت الأمر إلى كاريتاس بما خص المركز الصحي، والمركز الثقافي استلمه نائبي المطران جين جايم اليوم، وسيستلمه من سيخلفه في الوكالة البطريركية في أبرشية صربا، وأعتقد أنه يؤدي خدمة. هناك فيه مكتبة، وقد علمت أخيرا أن هناك تعقد حلقات أيضا ثقافية، وربما يكون هناك حلقات
أيضا لتعليم إما الموسيقى وإما اللغات وإما بعض أشياء أو دورات للكمبيوتر أما سوى ذلك، أي ما فيه فائدة لجميع الناس. بعد الفاصل نترك الحياة الخاصة للبطريرك الصفير وننتقل إلى حياته كرئيس للطائفة المارونية في لبنان والدور الذي لعبه أيام الحرب وبعدها. كان البطريرك صفير يكتب مذكراته في الليل مهما كان نهاره حافلا باللقاءات والاستقبالات. كان يدون بعض ما حدث معه خلالها ويضيف إليها آراءه ومشاعره، لكنه يصر على نقل الأحداث بأمانة كي يستفيد منها من سيطلع عليها لاحقا كما قال، وهو يريد لبعض الحقائق أن تبقى محفوظة حتى الساعة. هناك حقائق تجرح ولا نريد أن نجرح الناس، ولكن قد يأتي وقت ربما تقال الحقيقة على ما هي. وبعده فقد نشر بعض ذلك في الكتاب الذي صدر مؤخرا، وتعرفونه ربما طلعتم عليه، وقد ترجم مؤخرا إلى الإنجليزية وأصبح جاهزا. ربما يكون فيه بعض الفائدة للكهنات أو للذين يطلعون عليه من الموارنة ومن غير الموارنة في لبنان وفي الخارج. من غير المعروف ما إذا كان غبطته قد دون ما تعرض له من إساءات، هذا ما ستكشفه الأيام إن قرر الكشف عن مذكراته كاملة. ليست بالأمر سهل، وهو أن يذكر الإنسان بما أن يذكر الإنسان ما أسيء به إليه، وأن يذكر الإساءات والتحقير وما سوى ذلك. ولكن المسيح علمنا إذا أخطأ إليك أخوك 7 مرات فاغفر له 70 مرة 7 مرات، أي إلى ما لا نهاية له. فالغفران واجب. وإذا كان الإنسان لا يزال يشتر الإساءة فلا يمكنه أن يعيش في راحة وطمأنينة ويتحين الفرص لطلب الثأر، وهذا منحة غير مقبول في الحياة المسيحية. لم يخفي البطريرك صفير ولا حتى مرة واحدة رفضه للوصاية السورية على لبنان، وكان يرى في خروج الجيش السوري حلا للمشاكل اللبنانية الداخلية. غادر السوري البلد الصغير في العام 2005، فما هي رؤية صفير لما بعد الانسحاب؟ بعد أن كان مكان في لبنان وذلك دام منذ سنة 1975 إلى سنة 1989، كان اتفاق الطائف، واتفاق الطائف لم يطبق حتى اليوم كما كان يجب أن يطبق. طبق منه ما يحلو لبعضهم ولم يطبق ما لا يحلو لبعضهم، ولذلك نحن قلنا ربما تكون الصيغة الجديدة هي أن يجلس اللبنانيون إذا صفت النيات أمام طاولة من كل الفئات. طبعا هذا لا يمكن أن يشمل جميع الناس، إنما الذين يمثلون الجماعات في عدد لا يكون فضفاضا، وأن يعيدوا البحث في اتفاق الطائف ويروا ما يجب حذفه ويروا ما يجب الإبقاء عليه ويروا ما يجب إضافته إلى هذا الاتفاق، وإذ ذاك ربما يكون لهم اتفاق جديد قابل للتطبيق وينصف جميع الناس بحيث يصبح إمكانهم أن يطبقوه بحذافيره، فلا يطبق منه بعضه ويهمل بعضه الآخر. في فترة من الفترات اضطر البطريرك صفير على لعب دور سياسي بامتياز، لا سيما مع نفي
وسجن الزعماء السياسيين المسيحيين في لبنان. حينها تماشت السياسة مع العمل الكنسي، عاد من نفي وخرج من سجن، وبقي البطريرك صفير على رؤيته السياسية نفسها التي تنشد لبنان كسويسرا الشرق، ليس في البيئة والطبيعة فقط بل في السياسة أيضا. قلنا أن اللبنانيين تقسموا طوائف، ولكن لا يمكن لكل من هذه الطوائف أن يكون له وطنه. الوطن هو وطن الجميع، ويجب أن يتآلفوا لكي ينصهروا في وطن واحد. والانصهار لا يعني أن يكونوا كلهم في عقلية واحدة وأن يتجاهلوا ماضيهم وتاريخهم إلى ما سوى ذلك، إنما أن يتعاونوا في سبيل وطن واحد، وأن يشعر كل منهم إلى أي طائفة انتمى أن الوطن وطنه. ويجب ألا يستبعد أبناء أي طائفة في تركيبة اللبنانية، بحيث يتحمل كل الناس مسؤولياتهم تجاه وطنهم. هذا لم يحدث حتى الآن، ربما يقتضي له وقت طويل. سويسرا حتى أصبحت سويسرا مضى عليها ما يقارب 500 سنة من قتال وصراع وما سوى ذلك، واستخر الأمر الآن ويعيشون. ولكن حتى الآن فإنهم يحسبون حسابا للفوارق فيما بينهم. وربما لبنان يكون باستطاعته أن يستفيد من تجارب غيره، وأن يعيش اللبنانيون في حالة استقرار وطمأنينة، بحيث لا تطغى طائفة على طائفة، سواء أكان عددها قلة أم كثرة العدد. وهكذا يستطيعون. ربما هذا كان شيئا صعبا بعض الشيء، ولكن ليس بالمستحيل. وغير ذلك يبقى الصراع قائم، وتبقى الطوائف متصارعة، ويبقى الصراع قائم على الإسناد الوظائف إلى هذا أو تلك. هذه الطائفة أخذت مثلا من الوظائف أكثر مما يحق لها، وتلك تشعر بأنها مغبونة. هذا كله ليس بمحله، يجب أن يزول. وهو إلى كل ذلك يرى في لبنان منارة رائدة بين الدول العربية. يمكننا أن نقول ببعض التفاؤل أن لبنان على الرغم مما أصابه من نكسات لا يزال أحسن وضعا من البلدان المحيطة به. إذا رأينا ما يحدث حولنا، سواء أكان العراق أو فلسطين أو حتى السعودية أو ما سوى ذلك من البلدان، فإن لبنان لا يزال أحسن وضعا باعتبار أن فيه حرية رأي، فيه نوع من الديمقراطية تصلح أن تكون منطلقا لباقي الدول العربية. هي ديمقراطية ناقصة يلزمها الكثير من التحسين، ولكن المبدأ قائم. ونحن نعرف أن المجلس النيابي كل 4 سنوات يتجدد، أن الوظائف الكبرى تتجدد، أن رئيس الجمهورية مقيد أيضا بمدى معين وهو 6 سنوات. وإذا كان هناك من تجديد وما سوى ذلك فهذا يكون خروج على القاعدة، وكان موقفنا معروف نحن هنا. لذلك يمكننا أن نقول أن لبنان إذا تحسن ديمقراطيته بإمكانه أن يكون مثالا لغيره من البلدان المجاورة. فنسأل الله أن يلهم جميع اللبنانيين لكي يعملوا بوحي ضميرهم، ولكي يتعاونوا على تحسين وضع بلدهم. إن كان صفير يرى في خروج الجيش السوري خطوة مهمة، فهو أعلن أن ما زال أمام لبنان الكثير لإنجازه لتكريس الاستقلال. لا يكفي أن نكون قد حصلنا على ما نريد، إنما يجب أن نصون ما نريد، وهذا مهم. ولكن نحن طبعا طالبنا بما طالبنا به يقينا منا أن هذه المطالب هي محقة، ويجب أن يشترك جميع اللبنانيين بإدارة وطنهم. وعندما كانت الحرب دائرة رحاها في لبنان فكل الناس كانوا ضالعين، وهناك أناس كانوا على المتاريس وأصبحوا
في كراسي الحكم، إذن تساووا جميع الناس. يجب أن يتساووا أيضا اليوم في تحمل المسؤوليات. إذن بالإمكان أن يعود كل اللبنانيين ليتضافروا في سبيل إنهاض بلدهم من الكبوة، وهو يعاني من ديون باهظة لا تقل عن 40 مليار دولار، وهذا شيء كثير بالنسبة إلى لبنان البلد الصغير، وهناك هجرة كثيفة، معظم الطاقات الشبابية ذهبت إلى خارج لبنان. نحن لا نقول أن الهجرة هي شيء سيء مطلق، إنما هي شيء سيء، لأن إذا كان بعض المهاجرين يمدون من تركوهم من آباء وأخوان في بلدهم، إنهم يمدونهم بالمساعدة والعون لمدة قصيرة، ولكن إذا توطنوا حيثما ذهبوا وأصبح لهم عائلات وأصبح لهم بنون وبنو بنين إلى ما سوى ذلك، فإنهم يهملون. أي يمكن التعويل على الجيل الأول أو الثاني، وأما الثالث والرابع فيضيعون على لبنان. ولذلك يجب العمل على حد من الهجرة بإيجاد عمل للبنانيين وللشباب من بينهم خاصة، ولكي لا يشعر بعض الناس أنهم مهمشون أو مغيبون، وبالأخص الشباب من بينهم، وقد مرت سنوات شعر فيها الكثيرون من الشبان أنهم مستهدفون وأنهم يقمعون سياسيا ويقمعون جسديا، وهذا شيء غير مستحب. سوف يسجل للبطريرك الصفير تنحيم من منصبه قبل أن يسلم الروح، ملتزما الصمت فيما قيل عنه أنه أراد تلك الخطوة خوفا من تقدم سنه، لكن التاريخ سيسجل، وهو كما يتوقع السفير البابوي السابق في لبنان بابلو بوينتي سينصف مار نصر الله بطرس صفير. التاريخ ليس ملكا، ملك أصحابي. ونشكر، ماذا تودون، ماذا تحبون؟ ونشكر للسفير قوله فينا، نحب أن ينصفنا التاريخ، أن يقول عنا ما يقوله عن سوانا من البطاركة الذين مروا، وأنا نكون قد قمنا بما علينا من واجب تجاه الله وتجاه الناس وتجاه أبناء كنيستنا وأبناء وطننا لبنان، نسعى إلى الخير جهدنا. تلك كانت قصة لقائي ببطريرك مار نصر الله بطرس صفير، الذي لابد وأن يذكره تاريخ لبنان والموارين على حد سواء. إلى اللقاء.